الحاجه الثانيه عايزين ايضا نروح للمنتخب الاولمبي. المنتخب الاولمبي اللي عايزين نتكلم عنه ونديله حقه، المنتخب الاولمبي اللي عمل انجاز كاس الامم الافريقيه تحت 23 اللي كانت موجوده في مصر، وهيكون معانا بعد قليل كمان الصحفي محمود درويش اللي هيغطي لنا كمان كل اخبار قطاعات الناشئين والمنتخب الاولمبي. بيقولوا لي دلوقتي معانا صوره دلوقتي هنعرضها لحضراتكم، صوره لحمدي فتحي، حمدي فتحي اللي اجرى العمليه يعني منذ قليل، حمدي فتحي اللي دايما بيكون في الميعاد، حمدي فتحي اللي ما شاء الله ادى مباراه البطوله الافريقيه السابقه في منتهى الروعه. صوره حمدي فتحي يعني بنقول له الحمد لله على السلامه وان شاء الله ترجع بسرعه، فريق النادي الاهلي يعني محتاجك. حمدي فتحي من العناصر المهمه اللي دايما بتلاقيه موجود في الميعاد، كمان يعني حظه وحش شويه في حته المنتخب، لما كان متالق في بدايه مشوار المنتخب مع كابتن حسام البدري يعني جات له اصابته الغضروف في الركبه وتعافى منها ورجع يعني اقوى من الاول كمان يعني الاصابه دي، فان شاء الله يعني حمدي فتحي يعني يقدر يرجع بسرعه ويكون موجود. وشفنا كمان دوره في مباراه فيتا كلوب المباراه الاخيره لما مستر موسيماني حب يقفل في وسط الملعب بعد ما ضمن المكسب، كمان كان ليه دور مهم جدا.